تسريب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف فيفو إكس 90 برو. السلام عليكم. كشفت شركة فيفو عن سلسلة هواتفها الذكية فيفو إكس 80 في أبريل من هذا العام في الصين، ويقال إن الشركة تعمل على سلسلة الإكس 90 للسوق الصينية. والآن ظهرت تسريبات جديدة تكشف عن بعض مواصفات هاتف فيفو إكس 90 برو. ينص التسريب الجديد على أن فيفو إكس 90 برو سيتم تشغيله بواسطة سناب دراجون 8، وهو أمر غير مفاجئ لأن العديد من الهواتف الرئيسية القادمة من المتوقع أن تحتوي على نفس المعالج. يشير التسريب على أن فيفو إكس 90 برو أيضا سيصل مع دعم الشحن السريع 100 واط، ويقال أنه يحتوي على بطارية أكبر. إذ يأتي الإكس 80 برو مزودا ببطارية بسعة 4700 ملي أمبير، ومن المحتمل أن يحتوي الإكس 90 برو على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير. يقول التسريب أن الهاتف سيأتي بمستشعر كاميرا 1 بوصة، كما يقال أن كاميرا إكس برو ستكون عبارة عن كاميرا زوم من دار. ولا توجد لحد الآن أي معلومات عن تاريخ إطلاق مجموعة فيفو إكس 90 حتى الآن.